خلال الأيام الماضية استبشرنا خير كبير جدا بمستقبل واعد، وبل انه حتى يمكن اعادنا يعني للتاريخ. نتكلم عن حقل الجافوره اللي امر سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان حفظه الله ان يتم البدء فعليا بعمليات تنقيب وتشييد في هذا الحقل الكبير اللي يعتبر اكبر حقل غاز في المملكة بطول 100 كيلومتر وعرض تقريبا 170 كيلومتر. يعني الجميل في الجافورة أنها عادت بنا للتاريخ. يمكن نقول شلون رجعنا للتاريخ، رجعنا لأكثر من 120 سنة ونستذكر قصة الملك المؤسس مجدد الملك عبد العزيز رحمه الله عندما كان في رحلته من الكويت. والكويت بكرة عندنا لها قصة ومعها حكاية، وحنا بنحتفل معاهم إن شاء الله غدا بيوم الوطني في حلقة بنخصصها كاملة في برنامج تم نحتفل فيها مع أخواننا في الكويت. الجافورة هالمنطقة الرملية اللي تربط تقريبا على أطراف الربع الخالي شرق السعودية، فعلا هي كانت على موعد تاريخي. ولما أقول للتاريخ ونعود للملك عبد العزيز، الملك عبد العزيز رحمه الله قبل تقريبا 123 سنة بقى فيها تقريبا 50 ليلة قبل أن يتجه وقبل دخوله للرياض. تردد اسم الجافورة كثير يمكن على لسان الملك عبد العزيز، وشافها مكمن مناسب للتخفي عن أعدائه قبل استرداد الرياض، وبقيت على لسان المؤسس حتى بعد دخول الرياض وعادت من جديد للواجهة. وكل منصات العالم الإعلامية تتحدث عن الجافورة، هذا الحقل الكبير، هذا الحقل الغاز العملاق اللي تم اكتشافه بعد سلسلة من حراك الملك عبد العزيز كما ذكرنا 50 ليلة تقريبا كمن في نفوذ الجافورة. وهذا اللي رواها اللي وثق يمكن حتى يعني مسيرة الملك عبد العزيز تكلم عن فؤاد حمزة كما سمعها هو وذكر ذلك من الملك عبد العزيز ووضحها في كتابه اللي صدر في عهد الملك عبد العزيز. التفاصيل طبعا يرويها الملك عبد العزيز وفقا لحمزة لؤي حمزة، انه بقينا يتكلم الملك عبد العزيز شعبان بطوله 30 يوم و20 يوم من رمضان، حيث كان تحرك من الجافورة في 20 من رمضان نحو الرياض عام 1318 ليدخل الرياض في أيام العيد، ويعلن أن الملك أن الملك لله ثم لعبد العزيز في صبيحة الفجر الشهيرة اللي شكلت الدولة السعودية الثالثة بعد سلسلة حراك الملك عبد العزيز رحمه الله. الجميل أنه حتى يمكن الإمام عبد الرحمن والد الملك عبد العزيز رحمه الله يعني لما عزم الملك عبد العزيز هذا الشاب الفتي على أن يسترد ملك أباءه وأجداده وانطلق من الكويت إلى الرياض ليفتح الرياض، بعث له مرسول خوفا عليه، فكان رد الملك عبد العزيز رحمه الله مع 63 رجلا من أبناء هذا البلد الطيب اللي أسسوا ووضعوا لبنات تأسيس مملكتنا العظيمة المملكة العربية السعودية واستعادوا ملك الآباء والأجداد، أنه اللي بيبقى معاه يجي على يميني. كل 63 جاءوا على يمين الملك عبد العزيز ليواصلوا مع هذا الشاب الطموح المسيرة إلى الرياض. فقال المبعوث ارجعوا، قال هذا الرد وإن شاء الله موعدنا الرياض. فعلا كان الموعد في 5 شوال 1819 تكلم عن افتتاح أو فتح الرياض، وكان الموعد في المصمك واستعادة يعني أملاك وكذلك ملك الآباء والأجداد والانطلاق بعدها لتوحيد الأطراف المتناثرة من المملكة العربية السعودية. ها هو الشاب الفتي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يوجب أن يتم استثمار هذه قطعة من كنوز الأرض اللي عندنا في المملكة، اللي كل قطعة لها إرث تاريخي مرتبط فينا وجدانيا، ولن يردنا شيء إذا يعني عن المضي إن شاء الله مستقبلا في تحقيق مستهدفات رؤيتنا، رؤية المملكة 2030.